نص استماع الطب العربي. عرف الإنسان منذ القدم العلاج بالنباتات والأعشاب الطبية، وهذه المعرفة تعد الأساس لعلم العقاقير المعروف اليوم، وكان للعرب والمسلمين باع طويل باعتمادهم على التجارب والبحوث، ولهم يعود الفضل في تعميق المفاهيم والمعارف حول الخصائص العلاجية للنباتات في إطار الطب العربي. يعد الطب العربي من أشهر أنواع العلوم الطبية المعروفة عالمياً، يعرف بأنه مجموعة العلوم الطبية التي توصل لها الأطباء والعلماء العرب حول الأدوية ومسببات الأمراض والوقاية منها وتقديم العلاج الصحيح للمرضى المصابين بها، في حين كان الطب الغربي يعتمد في معظمه قديماً على الشعوذة والسحر والبحث عن علاجات غير منطقية للأمراض من خلال اللجوء إلى مجموعة من الطقوس والمعتقدات الغريبة التي كانوا يعتقدون أنها تسهم في الشفاء من الأمراض بأنواعها كافة، ولكنهم كانوا يتسببون بسوء الحالة المرضية للمريض مما يؤدي غالبا إلى وفاته. أطلق على العلماء الذين تميزوا في هذا المجال بالأطباء العرب الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية البحث والدراسة لمعرفة خصائص الأعشاب والنباتات الطبية حتى تمكنوا من علاج الأمراض الشائعة في عصورهم، وظلت هذه الدراسات تتطور مع تعاقب الحقب الزمنية ليصبح الطب العربي والأطباء العرب جزءاً مهماً ومؤثراً في مجال العلوم الطبية العالمية. قام الأطباء العرب بالسفر والترحال من بلدانهم الأصلية إلى بلاد أخرى من أجل تبادل الخبرات مع الأطباء الآخرين، ليضع الأطباء المسلمون مجموعة من المؤلفات الطبية المفيدة التي أسهمت في إثراء المكتبة الطبية العالمية، ومن أشهرهم لقمان الحكيم والحارث بن كلدة وابن سينا الذي وضع كتاب القانون في الطب الذي شاع ذكره في أصقاع المعمورة، وابن رشد والرازي وداود الأنطاقي الذي ألف كتابا شهيرا في الطب بعنوان تذكرة داود. نستمع إلى نص بعنوان الطب العربي ونجيب عن الأسئلة الآتية: 1- ما أساس علم العقاقير المتعارف عليه اليوم؟ هو العلاج بالنباتات والأعشاب الطبية. 2- لمن يعود الفضل في تعميق معرفة الخصائص العلاجية للنباتات إلى العرب والمسلمين؟ 3- ما المقصود بالطب العربي؟ مجموعة العلوم الطبية التي توصل إليها العلماء والأطباء العرب حول الأدوية ومسببات الأمراض والوقاية منها. 4- بما تميز الطب العربي عن الطب الغربي قديماً؟ بأن الطب العربي كان يعتمد على السحر والشعوذة والبحث عن علاجات غير منطقية كانت تتسبب بسوء حالة المريض أو وفاته، بينما الطب العربي كان يقوم على دراسة الأمراض ومسبباتها وتقديم العلاج الصحيح للمرض. 5- ما المسؤولية التي عمل الأطباء العرب على تحقيقها؟ أخذ على عاتقهم مسؤولية البحث والدراسة لمعرفة خصائص الأعشاب والنباتات الطبية. 6- لماذا قام الأطباء العرب بالسفر والترحال إلى بلاد أخرى من أجل تبادل الخبرات من الأطباء الآخرين؟ 7- نعدد أبرز الأطباء العرب والمسلمين الذين ورد ذكرهم في النص: لقمان الحكيم، ابن سينا، ابن رشد، الرازي، داود الأنطاقي، والحارث بن كلدة. 8- ما عنوان الكتاب الذي صنفه ابن سينا في الطب؟ القانون في الطب. 9- من مؤلف كتاب تذكرة داود؟ هو داود الأنطاقي. 10- نذكر مجالات أخرى غير الطب تميز بها العرب كعلم الفلك، علم الجبر، الهندسة، الجغرافيا.